أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من الداتا فاليديشن. بالفيديو هذا راح نشوف كيف نتعامل مع الداتا فاليديشن ولكن من خلال المعادلات، يعني نعمل كاستمايزيشن أو تخصيص للشغل تبعنا. بملف البيسك اكسل بيسك سكيلز سوري، في عندي شيت اسمها دي في. بهاي الشيت مثلا في عندي هذا التيبل، في هذا التيبل انا عندي ميزانيه محددها له $500 لحفله معينه. في عندي هون المصاريف اللي بحتاجها لهاي الحفله، انا بدي القيم او المصاريف ما تتعدى او ما تتجاوز قيمه الميزانيه اللي انا محددها، وفي حال انه بدي اضيف قيمه بتتجاوز هاي الميزانيه يعطيني مباشره اليرت انه القيمه تجاوزت، او ما يسمح لي اصلا ادخل قيمه تتجاوز. في الوضع الحالي لو انا جيت دخلت اي قيمه راح يقبلها الاكسل وراح يصفي عندي هون القيمه المجموع اعلى بكثير من الميزانيه اللي انا محددها لهاي الحفله. عشان اطبق هذا الشيء زي ما قلنا بالفيديو السابق راح اضلل واروح على داتا فاليديشن واجي اختار داتا فاليديشن. هون عندي هول نمبر، ما راح يزبط اختار انه يكون شغال على الهول نمبر، لو ممكن يكون كسور. ديسيمال انا ممكن اشتغل عليها بهذا الشكل، مثلا ليست ديسيمال انا بدي احدد ارقام بتوين. عندي ليست مثلا انا ممكن اجيب دروب داون ليست، ديت تايم تكست لينث، هذول الاوبشنز انا ممكن استخدمهم بشكل مباشر، بس انا بدي هون دائما يكون المجموع ما بتجاوز قيمة اللي هو الميزانية. في الحالة هاي انا ممكن اختار كاستم. كاستم انا ممكن اكتب للاكسل معادلة، هاي المعادلة يفحصها ويتأكد منها بحيث اذا صارت القيمة غير متطابقة يرجع لي مباشرة مشكلة. لكن عشان اتعامل مع اللي هو الفورمولاز او الكاستم فورمات الكاستم فورمولا لازم التزم بما يلي. اول شيء تكتب المعادلة على الخلية الأولى، واللي بتابع معنا هاي النقاط هي نفس النقاط المربوطة بالconditional formatting. لأنك تيجي تكتب معادلات مع الconditional formatting يجب أن يكون ناتج المعادلة true or false، يعني لازم يكون عملية مقارنة. true معناته القيمة صحيحة، false معناته القيمة خاطئة. هذول الشروط اللي لازم ننتبه لها، بالإضافة يجب مراعاة أنواع مراجع الخلايا. هذول الثلاث شروط لازم تتوفر بأي معادلة راح اكتبها بالداتا فاليديشن عشان تطلع معادلتي صح او تنكتب معادلتي صح. انا بفضل دائما اكتب المعادلة جوا الاكسل، اطبق معادلتي اتاكد منها، بعدين اخذها اطبقها بالداتا فاليديشن. ليه؟ هون اي مشكلة ممكن اواجهها بقدر احلها مباشرة بالداتا فاليديشن، ما بيعرض لي نهائيا وين الموقع اللي فيه مشكلة بالمعادلة. عشان هيك راح اكتب معادلتي هون وبعد هيك اقارنها ب او اضيفها على الداتا فاليديشن. انا بحتاج مجموع هاي القيم كلها مع تثبيت الرينج ما يكون اكبر من قيمة الميزانية، يعني دائما لازم تكون القيمة او المجموع الكلي للمصاريف اقل من ميزانية الحفلة. هون اعطاني ترو معناته القيمة صحيحة، لما يكون فولس معناته القيمة خاطئة. يعني مثلا لو جينا هون حطينا اي رقم بتجاوز مباشرة اعطاني هون فولس. هاي المعادلة لو ضللت ورحت على الداتا فاليديشن واخترت كاستم وضفت معادلتي وقلت له اوكي، اي قيمة راح اكتبها هون مباشرة اذا بتتجاوز قيمة الميزانية مباشرة يعطيني مسج ايرور، ما بصير تكون القيمة اعلى من قيمة الميزانية. لو كانت مثلا 30 او 40 بما انه لسه ما وصلنا الحد انا ممكن ادخلها واتعامل معها. هذا احد الامثله اللي ممكن نستفيد منه بموضوع الداتا فاليديشن. احيانا برضه انا بدي امنع تكرار برينج معين، يعني بهذا العمود انا ما بدي اسمح بادخال تكرار قيم. واذا لاحظنا بالداتا فاليديشن ما في شيء عندي شيء مرتبط نهائيا بموضوع الدوبليكيت.
كيف ممكن أعالج هذا الموضوع؟ لازم أعالجه بالمعادلات. في عنا الكاونت اف، وإحنا اشتغلنا عليها. الكاونت اف وظيفتها استرجاع عدد الخلايا المطابقة لشرط معين. يعني لو أنا ضللت هاي الخلايا وجيت قلت له الشرط تبعي الخلية الأولى، هاي الخلية أعطاني عليها صفر، لو جينا كتبنا له هنا واحد في أي مكان ثاني كتبنا كمان واحد رجع لي كم؟ اثنين. ليه؟ لأنه هاي القيمة صارت مذكورة أكثر من مرة. طبعا كاونت اف راح يرجع لي عدد مرات ظهور القيمة. طيب متى القيمة ما بتتكرر؟ عشان القيمة ما تتكرر لازم دائما تكون بتساوي واحد، يعني القيمة المكتوبة حاليا. لو جينا عملنا ديليت لهاي القيمة الناتج ترو، لو كتبنا واحد بأي مكان راح يكون فولس، معناته هنا في عندي تكرار. هاي المعادلة نفسها راح اخذها زي ما هي كوبي واضلل الرينج اللي بدي اشتغل عليه، ومن داتا فاليديشن اختار كاستم واضيف معادلتي واقول له اوكي. هسا لو اي خلية دخلنا فيها تكرار مباشر الاكسل راح يمنعني من ادخال قيمة مكررة. انا ممكن اوظف كثير من المزايا الموجودة عندنا بالاكسل، وكثير معادلات راح نتطرق لها لقدام ممكن تستغلها وتستفيد منها داخل الداتا فاليديشن. في عندي نقطة جدا مهمة مرتبطة بالداتا فاليديشن، انا ممكن اجي اعمل دراج للمعادلة تبعتي. لاحظ انا كررت القيمة اكثر من مرة بس ما اعطانيش مسج ايرور. ليه؟ ما الاكسل بيشتغل على الداتا فاليديشن لما تكتب القيمة وتقرر تطلع من الخلية، بمجرد ما تكبس انتر من الخلية ساعتها هو بيروح بيطابق او بشيك على الداتا فاليديشن. طيب هاي مشكلة كيف ممكن اعالجها؟ الاكسل وفرت لي شغلة مهمة جدا اساس اقدر اتبع الاخطاء اللي ممكن تكون ناتجة عن اي تعامل مختلف او اي تعامل غير دقيق بالداتا فاليديشن. لو رحنا على الداتا فاليديشن وكبسنا على السهم اللي بجنبها راح يكون في عندي شيء اسمه سيركل انفاليد داتا. سيركل انفاليد داتا مباشر الاكسل راح يعطيك دوائر باللون الاحمر زي ما احنا شايفين على كل القيم الغير مطابقه للشرط. لو انا جيت هون عملت ديليت لهدول، تمام، طبعا لاحظ الاشاره ما طلعت لانه راح ترجع مره ثانيه وتقول له كريت كلير سوري. بدك ترجع تشيك تقدر تختار سيركل انفاليد بما انه ما عندي ولا خليه غير مطابقه للشرط، عشان هيك ما طلع عندي نهائيا اي سيركل على الانفاليد داتا. هيك بنكون تعرفنا كيف نتعامل مع الداتا فاليديشن بالتعامل المباشر او باستخدام المعادلات. هذا الفيديو من الفيديوز المهمه داخل مساق اللي هو اكسل ادفانس. نشوفكم بفيديو جديد باذن الله بالاسابيع القادمه.